أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الأسبوع. هذه الحلقة سنخصص الجزء الأكبر منها للحديث عن العيد في فلسطين. يحمل العيد في فلسطين الكثير من المعاني. عيد الفطر السعيد الذي ودعناه قبل أيام قليلة حمل هذا العام الكثير من المعطيات، ولأن الفلسطينيين يصرون على الحياة والفرح، فقد شهدت الأسواق حركة تجارية نشطة، وفي المقابل لم تغب إجراءات الاحتلال العنصرية. وقبل الخوض في التفاصيل ننتقل إلى العناوين. الفلسطينيون يصرون على الفرح والاحتفال بالعيد رغم الاحتلال وإجراءاته. القدس عيد بلا بهجة واحتلال حول المدينة إلى ثكنة عسكرية. الخليل صلاة عيد على وقع الحصار. الملاهي متنفس العيد. بلال كايد 15 عاما خلف القضبان والمعاناة مستمرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ككل عام يصر الفلسطينيون على الاحتفال بالعيد وسرقة الفرح من بين أنياب المحتل. عيد توشح هذا العام بإجراءات احتلالية عنصرية أحاطت بمعظم مدن الضفة الغربية، كما هو حاصل اليوم في محافظة الخليل، واستمرار الحصار لعدد من البلدات فيها. إلى التفاصيل. تحتفل الأمم بأعيادها بأشكال مختلفة كتعبير عن معاني تلك الأعياد والمناسبات وانعكاس لثقافات تلك الشعوب، فيما تجمع ميزة الفرح والبهجة سائر أعياد البشرية كما تجمعها صفة الإنسانية، إلا أن أعياد الفلسطينيين تختلف بفعل الاحتلال ليضاف لها الحزن والألم ومختلف أنواع المعيقات، فيصبح عيد الفلسطينيين محاولة للفرح رغم الجراح، كما هي حياتهم صمود على الأرض برغم الاحتلال. في هذا العام لم يكن عيد الفطر أفضل حالا من الأعياد السابقة بل أسوأ، ففي ظل حصار محافظة الخليل وتقطيع أوصالها كباقي مدن الضفة والقدس، يواجه الفلسطينيون سياسات وإجراءات احتلالية وصلت حد إباحة القتل وعربدة المستوطنين على الشوارع وقطعها بحماية جيش الاحتلال. فعوائل الشهداء تستذكر أبناءها، وأبناء الأسرى ينتظرون آباءهم، والأقارب لا يجمعهم العيد كما العادة، فلا أبناء غزة يصلون الضفة ولا أبناء الضفة يصلون القدس. هذه الحال على الأرض وما لها انعكاسات اجتماعية لا تقل قساوة عن المشهد السياسي المتأزم في ظل المناخ الداخلي المتراجع قيميا وحالة الانقسام المتواصلة منذ سنين، لتضاف المأساة العربية التي تعيشها المنطقة والتي اعتبرت إلى زمن قريب حاضنة وعمقا للقضية الفلسطينية، فإن عيد الفلسطينيين يزداد قساوة وألما بفقدانه هذه الحاضنة وهذا الدعم المعنوي وما له من آثار معنوية. عيد الفلسطينيين لم يعد عيدا، فعندما تستيقظ على أخبار القتل والأسر والحواجز من جهة، وعندما لا تفارقك أخبار التراجع العربي والإسلامي سياسيا وقيميا وتمدد دولة الاحتلال وأصابعها الخبيثة في العمق الداعم للقضية الفلسطينية دون حراك أو مواجهة، يتراجع الفرح والأمل في نفس الفلسطيني وتخبو زهوة العيد رغم أنها لا تستمر سوى لحظات. فالعيد لم يكن سوى ملاحظة على رزنام الأيام التي يعدها الفلسطيني قرابة 70 عاما وما زال بانتظار العيد الأكبر. وللحديث والتحليل نستضيف معنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جهاد حرب. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور. يعني بداية كل عام وانت بخير.
كيف لك أن تصف لنا العيد في فلسطين؟ يعني كل عام وانت بخير والمشاهدين أيضا بخير وجماهير شعبنا والأمة العربية والإسلامية بخير. يعني الفلسطينيون يحاولون الفرح أو سرقة الابتسامة في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية صعبة وإجراءات إسرائيلية كما عرضتم في التقرير قبل قليل، إجراءات إسرائيلية تعسفية ضد الفلسطينيين خاصة في أيام العيد وفي أيام رمضان وفي آخر أيام رمضان كانت سواء في مدينة الخليل أو فيما يتعلق بمدينة القدس التي تحولت إلى سكنة عسكرية، والحصار على مدينة الخليل ناهيك عن الحصار الموجود في قطاع غزة منذ 10 سنوات تقريبا. وبالتالي الفلسطينيون يحاولون رغم الاحتلال الإسرائيلي رغم إجراءاته ومحاولة تعكير الأجواء ومنع الفلسطينيين من الفرح، يحاولون بشكل دائم سرقة الابتسامة في هذا اليوم أو في هذه الأيام المباركة. لكن أيضا الظروف الاقتصادية السياسية، يعني غياب الأمل السياسي لدى الفلسطينيين سواء ما يتعلق بعملية السلام أو ما يتعلق بالجهود الفلسطينية المبذولة على المستوى الدولي، وأخرها ما يتعلق بتقرير الرباعية الدولية الذي خيب أمال بين قوسين القيادة الفلسطينية وأيضا أغضب الفلسطينيين لأنه ساوم ما بين الاحتلال الجلاد وبين الضحية الشعب الفلسطيني، وطالب الفلسطينيين بوقف العنف وكأن العنف هو بيد الفلسطينيين، العنف والاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الذي يجب أن يطالب بوقف العنف والاحتلال هو انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية حتى تقف أي وسائل أو يتم إيقاف أي وسائل نضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي، واتهام الفلسطينيين بالتحريض، والتحريض هو التي تقوم به مؤسسة الاحتلال الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية على لسان وزرائها المتعددين هم الذين يقومون بعملية تحريض ضد الشعب الفلسطيني. نعم، سنتحدث أكثر عن بيان اللجنة الرباعية، لكن إذا ما تحدثنا عن إجراءات الإسرائيلية الميدانية عشية العيد وأيضا خلال شهر رمضان المبارك، برأيك هذه الإجراءات هل هي مرتبطة بغياب أي أفق سياسي؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته هي تغيب أي أفق سياسي، هي تقوم على تغييب الأفق السياسي وليس لغياب الأفق السياسي الذي قام بوضع حد لأي أفق سياسي هي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي ترأسها نتنياهو وقبله أيضا، لأنهم لم يحترموا الاتفاقيات التي وقعت في عام 93 و 94 و 95، لأنهم لم يقوموا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني استقلاله، وبالتالي أبقى على إجراءاته التعسفية ضد الشعب الفلسطيني. لذلك الإجراءات التي اتبعت خلال الفترة الأخيرة في أيام العيد وقبل أيام العيد كانت تحاول منع الفلسطينيين من الفرح، منع الفلسطينيين من التزاور، عندما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى سكان الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس إلى أقربائهم في مدينة القدس، عندما يمنع سكان الخليل من التنقل من مدينة الخليل ومن وبعض بلدات المحافظة وحصارها، منع الفلسطينيين من التنقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أيضا هذه محاولة لتعكير صفو أجواء العيد أو تعكير أجواء العيد تحديدا، وبالتالي المحاولات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي هي لمنع الفلسطينيين من الحياة بشكل طبيعي والقيام بواجباتهم الدينية أو الفرح في مناسباتهم الوطنية والدينية أيضا. في المقابل كيف كان الرد الفلسطيني أو التعامل الفلسطيني مع هذه الإجراءات إن كان شعبيا أو حتى رسميا؟ يعني أريد أن أعرج قبل ذلك أن غياب الأمل السياسي أنتج عنفا اجتماعيا وشاهدناه في أيام رمضان من عمليات قتل، وفي أيام العيد أيضا على شجارات بسيطة هناك قتل للأشخاص، ونتحدث عن 10 قتلى في عدد من الأيام قليلة نتيجة شجارات أو مشاكل
في نهاية شهر رمضان، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الصعب المتأزم لدى الفلسطينيين. لا أتحدث عن قطاع غزة الذي يعاني من حصار منذ سنوات، لكن أيضا في الضفة الغربية هناك وضع اقتصادي صعب يعيشه الفلسطينيون وتشاهده في كل يوم. اليوم مثلا الحديث حول تكلفة العيد، لم يكن هذا الحديث سابقا، مرهق للفلسطينيين، مرهق للفلسطينيين. بالإضافة إلى طبيعة الاحتفال بيوم العيد أو في أول أيام العيد، هي الزيارات المتعددة التي ترهق الفلسطينيين، ترهقهم وتمنعهم من الراحة والفرح في هذا اليوم. اليوم هو يوم راحة وفرح، يجب أن يقوم بذلك الفلسطينيون وبتغيير وسائل التي يمارسونها في هذا اليوم. هناك أشخاص يجوبون الضفة الغربية للقيام بزيارة لخمسة دقائق لمنازل أقربائهم، سواء من مدينة الخليل إلى جنين إلى تلكرم إلى نابلس إلى آخره، وبالتالي هذه ترهق الناس. ربما البحث عن وسائل وأساليب جديدة يمكن أن تساعد الفلسطينيين على تجاوز محنة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية من ناحية، وأيضا التقليل من الآثار المترتبة عن يوم العيد من عدم راحة ومن تعب، من خلال مثلا القيام باحتفال في منزل واحد للعائلة، للأسر تجمع في هذا اليوم، والقيام بطقوس العيد، الفرح والعيدية وغيرها من الطقوس التي يمارسها الفلسطينيون. في كل الأحوال الفلسطينيون رغم كل الإجراءات التعسفية يحاولون رسم الفرح والابتسامة على وجوههم، سواء بالذهاب إلى أماكن الترفيه لأبنائهم أو في الزيارات للأقرباء وصلة الرحم ما بين الفلسطينيين. نعم، يعني سنبقى في أجواء العيد، ننتقل إلى المدينة المقدسة. على أصوات التهليل والتكبير استيقظت مدينة القدس في أول أيام عيد الفطر السعيد، حيث نجح عشرات آلاف المصلين في الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة داخل المدينة وخارجها. إلى التفاصيل. على أصوات التهليل والتكبير استيقظت مدينة القدس في أول أيام عيد الفطر السعيد، عشرات آلاف المصلين نجحوا في الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المشددة داخل المدينة وخارجها. وتذمر المواطنون من أجواء العيد في المدينة المقدسة، خصوصا وأن المدينة تشهد حصارا إسرائيليا خانقا وممارسات إسرائيلية يومية لطرد المقدسيين واستبدالهم بالمستوطنين. في الشعيد في إغلاقات، القدس حزينة جدا، أهلها مش قادرين يوصلوها، فيها من كل العالم بدخلوا إلا أهلها، أهل فلسطين مش قادرين يجوا على القدس. هاي أجواء العيد، تذكيرات، كله تذكيرات، ممنوع، منع. كان سيء كتير 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 وحزين، لأنه فيش حدا بيجي على قارب ولا حدا بروح ولا حدا بيجي، فيش يعني أجواء يعني حزينة جدا جدا يعني في القدس. الواحد بيكونش مرتاح وهو يتنقل، وبيكون ماكل هم الحواجز، بيكون ماكل هم الأزمة أكتر إشي. القدس انقتلت من جميع الجهات، تسكير عليها من جميع الجهات، أما الله كريم. ووصل عدد سكان القدس المحتلة إلى 850 ألف مواطن وفقا لإحصاءات معهد القدس للدراسات الإسرائيلية، حيث وصلت نسبة اليهود في المدينة إلى 64%، فيما تصل نسبة المسلمين إلى 35%، فيما تدنت نسبة الوجود المسيحي إلى قرابة 1%. من القدس المحتلة، نزار حبش، تلفزيون وطن. ولم يختلف المشهد في محافظة الخليل، المحافظة التي تعيش حصارا إسرائيليا مشددا على بعض بلداتها، حيث أقيمت رغم ذلك صلاة العيد في وقت افتقدت الكثير من العائلات أبنائها الذين ارتقوا شهداء ليأتي العيد ويغيب الأبناء هذا العام. إلى التفاصيل. سامحيني يا أمي،
لم أصح اليوم لأقبل يديك كما عهدتني في كل عيد. هذا العيد جئت أنت لتقبلي قبري. أمي، أصغي إلى نحيبك الصامت. لو أنني أعلم أن رحيلي سينزل دمعتك في العيد لما استشهدت. كل عام وأنت بخير. أنا أم رائد الجعبري، الله يرحمهم ويخلي عظامهم للجنة وأكثر من كده ما أقدرش أتكلم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل عام وأنت بخير. فرحة العيد وإن كانت ممزوجة بالأحزان لدى أهالي الشهداء، إلا أن القلوب تتسع للعيد كما تتسع للآلام. هو إصرار على القيام بطقوس العيد في الخليل رغم الحصار المفروض عليها. عراقيل كثيرة عانى منها المواطنون المتوجهون لصلاة العيد في الحرم الإبراهيمي من قبل جيش الاحتلال المنتشر بكثافة على الحواجز المحيطة بالحرم. زي ما انتم شايفين الحواجز والكثافة الجنود اللي الموجودين على الصبح او من حتى من ليالي رمضان، محاولات هي اعاقات للمصلين للموحدين انهم يدخلوا على الحرم. في قوه قاهره من الاحتلال بتحاول قدر الامكان تمنع عنصر الشباب انه يصل الحرم. مواطنون ومسؤولون حضروا لصلاه العيد ليس من مدينه الخليل وحدها، وانما من البلدات المحيطه وكذلك من مختلف محافظات الوطن رغم الحصار والحواجز المنتشرة بكثافة على مداخل المدينة وقراها وداخل بلدتها القديمة. الحصار المفروض اليوم على بني نعيم وعلى مناطق عديدة أخرى وإغلاق معظم الطرق إلى مدينة الخليل هي عقوبات جماعية موجهة لعزل الخليل، ولكننا جئنا رغم هذه العقبات ورغم هذه الحواجز، ولن تفلح هذه الحواجز ولا هذه العقوبات، وهي ليست الأولى من نوعها في منع الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الخليل وأن يكون فيها. قدومنا اليوم إلى الخليل وهي محاصرة دليل وإثبات على أننا أقوى من هذا الحصار وسنخترق مهما فعلوا. تانيا كرجة، تلفزيون وطن، الخليل. أستاذ جهاد، أهلا بك من جديد. إذا ما تحدثنا عن مدينة القدس المحتلة واستمرار هذه الإجراءات المشددة في المدينة، إلى ماذا تسعى إسرائيل من وراء هذه الإجراءات؟ واضح أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت العزم على تفريغ المدينة المقدسة وإحلال المستوطنين بديلا عن الفلسطينيين. والإجراءات الإسرائيلية التي تتبع وهي تتكرر بشكل مستمر خلال الأيام الماضية أو الأشهر الماضية لمنع الفلسطينيين من القيام بشعائرهم الدينية. نلاحظ بشكل دائم هناك تقسيم زماني لساحات المسجد الأقصى بغية الوصول إلى التقسيم المكاني الذي جرى في الحرم الإبراهيمي، الذي جرى في بعض المناطق المناطق الفلسطينية، مثلا في مدينة نابلس بالنسبة لقبر يوسف، وهو ليس قبرا دينيا لليهود. على كل الأحوال الحكومة الإسرائيلية تقوم بسياسة واضحة في مدينة القدس تحديدا، محاولة التهويد من خلال عدد أكبر من المستوطنين في هذه المدينة، بناء أحياء جديدة، استيلاء على البيوت الفلسطينية في البلدة القديمة، بالإضافة إلى ما يجري من محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى التي شاهدنا خلال السنتين الأخيرتين محاولات للصلاة أو إقامة شعائر تلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى حتى يتم مع الزمن الإقرار أو التسليم بإمكانية الصلاة لليهود داخل ساحات المسجد الأقصى باعتباره مكانا مقدسا لليهود، وبالتالي يشارك المسلمين في هذه البقعة المقدسة للمسلمين كما حدث في الحرم الإبراهيمي وتقسيم. بكل تأكيد نعم. يعني في ظل هذه المعطيات فلسطينيا وعربيا كيف كان التعامل مع هذا الملف، ملف القدس؟ يعني أولا هناك إصرار شعبي فلسطيني من المسلمين والمسيحيين على الصمود في هذه المدينة والقيام بالطقوس والشعائر الدينية والدفاع عن المسجد الأقصى وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
وهذا هو المعول الأول والمعول عليه أيضا بالنسبة للشعب الفلسطيني. هناك استنكار عربي كما عهدناه منذ زمن بعيد، عدم القدرة الفلسطينية على الفعل داخل مؤسسات الأمم المتحدة لوجود معوقات عديدة، منها ما يتعلق بالجهد الأمريكي المناقض والمناهض للفلسطينيين والداعم للاحتلال وعنصريته. باعتقادي أن المسألة اليوم تتعلق بمدى قدرة الفلسطينيين ذاتهم على حماية المسجد الأقصى، على حماية المدينة المقدسة من عمليات التهويد، وذلك من خلال الصمود ومن خلال الفعاليات المتكررة التي يقوم بها الفلسطينيون داخل المسجد الأقصى وفي ساحاته وأيضا في المدينة العتيقة وفي الأحياء الفلسطينية لمقاومة الاستيطان ومقاومة جنود الاحتلال الإسرائيلي والاستمرار بالصمود والثبات في هذه المدينة المقدسة. عربيا اليوم هل هناك مكانة أو تحرك تجاه القدس واتجاه القضية الفلسطينية لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية؟ يعني الوضع العربي صعب بشكل عام، خاصة مع الأحداث في سوريا والعراق كما هو منذ أكثر من 13 عاما، بالإضافة إلى اليمن وليبيا والأزمات التي تمر بها الدول الأخرى سواء في التحول الديمقراطي أو محاولات ل يعني التطرف الموجودة مثلا في سيناء وغير في مصر. في كل الأحوال الموقف السياسي العام هو مع القضية الفلسطينية، لكن القدرة على الفعل باعتقادي أصبح ضعيفا في السنوات الأخيرة، ليس للربيع العربي بل لعدم استخدام واستثمار أدوات القوة العربية في مواجهة السياسات الإسرائيلية. وهنا نتحدث عن القوة العسكرية، لدى العرب قوة اقتصادية مهمة، لديهم علاقات يمكن استثمارها للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى بعض الأقطاب الداعمة أو بعض الدول الداعمة لإسرائيل وحكومتها سواء في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية الأخرى. لذلك باعتقادي المسألة لا تتعلق ب الوضع العسكري بقدر ما يتعلق باستثمار القوة السياسية والاقتصادية للدول العربية لناحية مناصرة القضية الفلسطينية وتفعيل الدور العربي في هذا الجانب. يعني في بداية الحلقة تحدثت عن موضوع بيان اللجنة الرباعية وخيبة أمل القيادة الفلسطينية كما جاء في مقال لك نشر بداية هذا الأسبوع، لماذا هذه الخيبة؟ يعني تقرير الرباعية الدولية كان سيئا للغاية، لم يذكر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي قامت على الأساس هذه الرباعية الدولية من أجل خطة خارطة الطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية. دون ذلك باعتقادي أن الرباعية الدولية تسير بالمنهج الإسرائيلي، كما أن تقرير الرباعية الدولية ساوم بين الجلاد وهو الاحتلال الإسرائيلي وما بين الضحية الشعب الفلسطيني، عندما طالب الاحتلال بوقف الاستيطان لكنه أيضا اتهم الفلسطينيين بالتحريض واتهم الفلسطينيين بالعنف. وهذا يتنافى مع كل قواعد القانون الدولي مع الشرعية الدولية، لأن وجود الاحتلال هو الذي يؤسس لوجود العنف، وأن الاحتلال هو العنف وليس المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي هي العنف، بل الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني هي انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي هو العنف الممارس ضد الضحية وهو الشعب الفلسطيني. لذا باعتقادي أن الرباعية الدولية فقدت مصداقيتها، وهي باعتقادي فقدت مصداقيتها منذ سنوات، لكن على الأقل في هذا التقرير قد كتبت شهادة وفاتها بيدها. أيضا هل شكل هذا التقرير الرباعية ضربة أيضا للمبادرة الفرنسية، لأنه لم يتحدث كما تحدثت عن موضوع الاستيطان بينما المبادرة الفرنسية طالبت بشكل واضح بوقف الاستيطان؟ يعني حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون بيان الرباعية بديل عن المبادرة الفرنسية، لكن أيضا حتى المبادرة الفرنسية غير واضحة رغم المبادئ العامة، لكن التفاصيل هي الأهم. لدينا مبادئ عامة مقررة من مجلس الأمن، خيار حل الدولتين، إقامة دولة فلسطينية على أراضي 67 مع تبادل طفيف متفق عليه ما بين
الفلسطينيين والإسرائيليين، الأهم هي قوة الدفع لإجبار إسرائيل للذهاب لمفاوضات جادة لإنهاء احتلالها، وليس فقط الحديث عن مؤتمر دولي أو عن مبادئ عامة. على أهمية المؤتمر الدولي، والفلسطينيون سعوا منذ سنوات طويلة لإدماج المجتمع الدولي في عملية السلام وعدم الاستفراد الأمريكي برعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكن هذا ليس كافيا على أهميته. الأهم هو كيفية وجود آليات وأدوات فعل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء احتلالها، وهذا باعتقادي أيضا. يعني إذا الفلسطينيون ذهبوا إلى المبادرة الفرنسية أو ارتموا في حضن المبادرة الفرنسية دون أن يمتلكوا أدوات القوة الأخرى، وهي أدوات القوة أو الدفع الفلسطينية التي يجب أن تكون بيدهم، وهي بيدهم ويمكن استثمارها من مقاومة شعبية سلمية كبيرة يساهم فيها عدد كبير من الفلسطينيين ولا تكون نخبوية، ومن الاستمرار بالجهود داخل مؤسسات الأمم المتحدة وأيضا المحكمة الجنايات الدولية على الأقل في رفع قضية حول الاستيطان، وهو لدينا قرار من المحكمة العدل الدولية أو قرار استشاري يقول أن الاستيطان جريمة حرب، وهذا يمكن النظر فيها أمام المحكمة الجنايات الدولية. لذلك الجهود الفلسطينية طبعا حركة البي دي اس وأيضا المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية للمنتجات الإسرائيلية وليس فقط للمستوطنات، توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية أو في الدول التي تسمح أو يسمح نظامها القانوني محاكمة مجرمي الحرب، كل هذا خيارات ومسارات متعددة يجب ممارستها وعدم الارتكان إلى مفاوضات فقط. لم يعد ممكنا الاعتماد على المفاوضات فقط، لا يمكن أبدا الاستمرار بالأخذ بالأسلوب الوحيد أو الأوحد منذ عام 65 إلى عام 93 أو 90 تحديدا. الفلسطينيين قالوا أن الكفاح المسلح هو أسلوبهم الوحيد لتحرير فلسطين، ومن ثم انتقلنا ب 180 درجة إلى أن المفاوضات هي الأسلوب الوحيد. هذا لن يمنح الفلسطينيين القدرة على استثمار أدوات القوة التي يمتلكونها، وهي أدوات قوة كبيرة ويمكن أن تؤثر بأي خيار من الخيارات. الخيار العقلاني هو الاستمرار بجهود فلسطينية ذاتية وأيضا حملة علاقات عامة لدى الدول لترفيع الاعتراف بفلسطين إلى دولة وممارسة ذلك مع الدول. لا يمكن الاستمرار بالإبقاء على خيار واحد ووحيد لدى الفلسطينيين، الخيارات متعددة ومتاحة وممكنة أيضا، يجب استثمارها واستغلالها أقصى ما يمكن. نعم، يعني في الحديث عن العلاقات العامة الدولية، شهدنا مؤخرا نجاح إسرائيل في القارة الإفريقية وفتح علاقات جديدة لها. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب، شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا. لعب وتسلية وترفيه هي أجواء اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد في ملاهي سكايلاند برام الله، حيث أقبل العديد من المواطنين عليها للترفيه عن أنفسهم وعن أطفالهم. هذه هي أجواء اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد في ملاهي سكايلاند في مدينة رام الله، لعب وتسلية وأجواء ترفيهية للعديد من المواطنين الذين قدموا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية. أنا والله جايين نحن والعيلة الأطفال وهيك جايين كم تنفس هيك للصغار، بتعرف كدولة محتلة وهيك ما فيها ملاهي ولا فيها إشي غير هون، يعني بدنا ملاهي أزود نترفح فيها، بدنا منتزهات منتجعات. جايين نبسط نلعب بالملاهي ونرفه عن نفسنا. جايين في العيد نرفع عن حالنا ونرفع عن أنفسنا، بتعرف يعني الضيقة مع الحواجز مع المشاكل الأمنية اللي كثير بتصير عندنا هون، مضغوطين يعني. احنا جايين هون حبينا نغير، طبعا احنا لما نيجي نروح على الداخل في مسحة حسيم احتلال مقدرش نفوت، حبينا نغير متنفس عندنا هون. الهدف منذ اللحظة الأولى لإنشائه اللي هو تشكيل منافسة حقيقية للاقتصاد السياحي الإسرائيلي، وهذا ما حققناه وتناولته يد عود أحرنوت بتخوف أكثر من مرة على صفحاتها الأولى. الزائرون هنا ليسوا فقط من مناطق الضفة الغربية، فهذه الأماكن تشكل محل جذب لفلسطيني الداخل أيضا في مثل هذه المناسبات.
جايين لانه نتعرف على المنطقه ونخذ يعني ننطل للاولاد شعور انه هون اهلنا، احنا هون موجودين، هاي هي دولتنا، مش انه يعني بس احنا غاد بالداخل عايشين، احنا بس هناك عايشين، بس احنا لنا اهل هون برضه. بنحب هاي المنطقه، ومش يعني الاولاد كمان بحبوا يجوا نعرفهم على فلسطين برضه، مش انه كل الوقت جوا غاد، برضه يعرفوا انه هون لنا شيء كمان. احنا جايين والله اخوي من عرب الداخل من دير الاسد، جينا ونشوف الشعب الفلسطيني، نوقف معاه ونقول له كل عام وانتم بخير، المواطن الحلو عندي بتجنن ونساندهم كل او ظروفهم. وتشكل هذه المناطق الترفيهية متنفسا للمواطنين ومكانا لجمع العائلات الفلسطينية بشكل عام في ظل نقص الأماكن الترفيهية في الأراضي الفلسطينية وعدم مقدرة المواطنين على الوصول إلى المناطق المحتلة عام 48، خاصة بعد إلغاء الاحتلال تصاريح أكثر من 80,000 تصريح منذ بداية الشهر الماضي. أجواء لعب وانبساط يعيشها المواطنون هنا في هذه المدينة الترفيهية في عيد الفطر السعيد، مناطق محدودة للترفيه كما يقول المواطنون منتشرة في الأراضي الفلسطينية، لعل التركيز المستقبلي يكون بإنشاء مثل هذه المناطق مستقبلا. جهاد قاسم، تلفزيون الوطن، من مدينة سكاي لاند قرب رام الله. وقبل الختام نذكر بالعنوان الأخير. بلال كايد 15 عاما خلف القضبان والمعاناة مستمرة. تنتظر أم الأسير بلال كايد بفارغ الصبر أن تحتضن ابنها بعد 14 عاما ونصف من الاعتقال، حلم يحاول الاحتلال أن يبدده بتحويل بلال للاعتقال الإداري مباشرة بعد انتهاء من فترة حكمه قبل حوالي الشهر. التفاصيل في التقرير التالي. تنتظر هذه الأم بفارغ الصبر أن تحتضن ابنها الأسير بلال كايد بعد 14 عاما ونصف من الاعتقال، حلم يحاول الاحتلال أن يبددها بتحويل بلال للاعتقال الإداري مباشرة بعد انتهائه من فترة حكمه قبل 24 يوما، حيث يخوض بلال إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تلك اللحظة. بكيت نتوقع يروح واخطب العروس وجوزه واهله. بلال الان يخوض اضرابه عن الطعام، يفقد من وزنه 25 كيلو من وزنه، هو يتعرض لدوخات باستمرار، تعب. اصدقاء بلال ورفاقه ومجموعات شبابيه اخرى جاءت من مختلف المدن الى هنا بيته في قريه عصيره الشماليه قضاء نابلس، جاءت تقضي العيد عند اهل بلال الذين يمارس الاحتلال معهم اشد انواع التعذيب النفسي بحرمانهم من فرحه منتظره منذ سنوات. احنا مش رح نترك بلال لحاله، لانه هاي المعركه يعني هي معركتنا زي ما هي معركته، وهو بخوض هذا الاضراب مش لاجل لهدف شخصي، هو لحريته اللي بتمثل حريتنا كلنا وحريه كل الاسرى. الهدف هو بشكل اساسي نتضامن مع الاسير المضرب عن الطعام بلال كايد، ونتضامن مع عائلته في ثاني يوم العيد، ونحسسهم انه احنا اهلهم واحنا موجودين معهم. وكانت مسيرة تضامنية مع الأسير كايد انطلقت أيضا في شوارع قريته، فعاليات يؤكد القائمون عليها أنها جزء من سلسلة طويلة من الفعاليات لن تتوقف إلا بالإفراج عن بلال. هذا تصعيد ضد الأسرى الفلسطينيين، ضد أي أسير فلسطيني، هي محاولة توجيه رسالة لكل الأسرى داخل السجون إنه السجن هو مقبرة لكم ونحن فيها سنقبركم كجزء من الصراع مع الاحتلال. يذكر أن أسرى الجبهة الشعبية داخل السجون أعلنوا أيضا البدء بخطوات احتجاجية على هذا الإجراء، كان أولها الإضراب عن الطعام لمدة يومين إسنادا لرفيقهم بلال. كان من المفترض أن يقضي بلال عيده الأول بعد حوالي 15 عاما من الاعتقال بين أهله وعائلته، ولكن غطرسة الاحتلال وتماديه في تعذيب أسرانا وأهاليهم حرمت هذه العائلة من فرحة منتظرة منذ سنوات. من عصيرة الشمالية قضاء نابلس، وفاء عروري، تلفزيون وطن.
وفي ختام هذه الحلقة نذكر بالعناوين الرئيسية. الفلسطينيون يصرون على الفرح والاحتفال بالعيد رغم الاحتلال وإجراءاته. القدس عيد بلا بهجة واحتلال حول المدينة إلى ثكنة عسكرية. الخليل صلاة عيد على وقع الحصار. الملاهي متنفس العيد. بلال كايد 15 عاما خلف القضبان والمعاناة مستمرة. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.